تعالى جعل علامة المحبة، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الطريق الموصل إلى جنة رب العالمين هو أن تمشي خلفه صلى الله عليه وسلم، أن تصنع صنيعته، ألا تخالفه، أن تكون وراءه حذو القذة بالقذة. خير الهدي هديه، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا غلو ولا تقصير، لا وكس ولا شطط. كان صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل يتخيل أن إنسانا قد يرفض الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك كان دائما وأبدا يوصينا أن نكون خلفه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الذي يريد أن يتعبد، الذي يريد أن يعبد الله عز وجل، فليعبده كما عبده نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من زاد عنه زاعما أنه يتقرب إلى الله عز وجل أفضل وأزكى من ذلك فهو على خطر، وهو قد ضل الطريق. جاء رجل يوما إلى الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، فقال: يا إمام، إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بالعقل، ميقات أهل المدينة المكان المسمى بأبيار علي. هذا الرجل جاء إلى إمام دار الهجرة يقول: أنا سأحرم من مسجد رسول الله. أيهما أشرف من ناحية المكانية، أبيار علي ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن مسجد النبي أطهر وأطيب، بل لا مقارنة البتة. فالرجل وكأنه استحسن، ومن استحسن فقد شرع، استحسن أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في البر، زيادة في الفضل، ولا يحرم من أبيار علي. فقال: أريد أن أحرم من هنالك. فقال له مالك: لا تفعل. قال: ولما؟ قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ في أميال أزيدها، أو في خطوات أزيدها في طاعة الله عز وجل. يعني بالعقل، أنا هزود 3 كيلو 2 كيلو 5 كيلو مثلا وأنا أحرم، وأنا محرم، طاعة زيادة. قال: وأي فتنة أعظم؟ هذا قول مالك. وأي فتنة أعظم في أن تظن نفسك أعظم هديا من النبي صلى الله عليه وسلم؟